السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندنا الجهاز لما أنا نبي نبيع أو نبي نبيع الحد شنو الخطوات اللي أنا مفروض نديرها أول خطوة نمشي للضبط تمام ونمشي لمنو نمشي لي الإدارة العامة تمام ونمشي لعادة الضبط كويس طبعا هنا اعاده الضبط نبي نقول خلاص انا ما عادش نبي شيء جهاز نبي ندير اعاده تعيين بيانات المصنع تمام هيقول لي عندك مش عارف شنو بيانات وكذا ما فيش مشكله انا اللي ندير اعاده الضبط هيطلب منك النمط تقدر تحط النمط وتدير له مسح الكل هذه الخطوه الاولى اللي هنديروها للجهاز تمام تمام طبعا الجهاز درنا له اعاده ضبط المصنع تمام وجهاز جاهز خلاص انا المفروض اني انا نبدا نعطيه للشخص، قبل ما نعطيه للشخص نتاكد من الخطوه الثانيه الا وهي نربطه بوصله بتاع الشحن في المدخل بتاع الكمبيوتر تمام ونجي نخش على الجهاز، هنلقى ان الذاكره بتاع الجهاز فاضيه ولكن مازال الصور بتاعتي ما مسحنش مسح كامل، فشنو هندير؟ هنجهز انا عندي اي مجلد في جهاز كمبيوتر تمام؟ حجمه مش صغير كبير، انا جهزت مجلد درت له نسخ، هندير له لصق وين؟ في ذاكرة التلفون تمام ليش باش انا نضمن ان البيانات بتاعتي اللي انا قاعدات اجان فوق منها البيانات جديدة اذا الخطوة الاولى اني يعني ضبط المصنع الخطوة الثانية اني انا تو بنعبي الذاكرة بتاع التلفون بحيث انها تقعد هذه كلها فل تمام ونبي نأكد على انها تقعد فل يعني مساحة تقعد صفر أه كيلو بايت فري هيك انا نضمن ان بياناتي بالكامل مستحيل ان حد يسترجعها خلينا ننسخ البيانات ونرجع بعد ما نكمل النسخ تمام طيب كمل نسخ الملف الاول تمام هنرد نشوف المساحه بعد ما كمل النسخ اوكي زادت شويه بقى كيف ندير انا ناخذ نفس الملف هذا ناخذ نسخ وندير له لصق في نفس الم... في نفس الذاكره يعني نفس الملف نكرره مرتين ثلاثة أربعة خمسة اللي عند ما يتعبى بالكامل تمام هنكمل نسخ ونرده أخرى بعد الملف الثاني آه ورجعنا لكم بعد ساعة ونص ساعة ونص هو ينسخ طبعا لأن سرعة النقال آم ما هيش سريعة جدا تمام سرعة النسخ بتاع النقال مش زي الفلاش أو الفلاش ميموري تمام فإذا بعد ساعة ونص هو ينسخ لاحظنا أن النقال هنا المساحة كل شوية تقل لو أنت درت تهديف هتلقى أنه قاعد يقل ضروري نضمن ان يقعد عندي صفر كيلو بايت يعني ما فيش أي مساحة أنا سيابتها وين سيابتها على النقال وبالطريقة هذه نقدر خلاص ندير لها ضبط مصنع مرة أخرى أو نعطي له هو يدير لها ضبط مصنع أهم شيء نطمن على أن بياناتي والصور بتاعتي مش هيرجع المرة أخرى لأننا أنا حطيت بيانات فوق منهن هذه الطريقة حبينا نوروها الكم مش لما تبيع قالك أو تعطيه حد ما يقدرش يرد الصور أو بياناتك وشكرا جزيلا لكم